10 والدقيقة الرابعة والثلاثون بميد أن. صباح الخير لكل من ضم لنا في هذه اللحظات والفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الصبيحة، وسنخصصها للعلاج الطبيعي للروماتيزم. وكما نعلم روماتيزم وناتج عن التهابات في العضلات والمفاصل، وهو مرض ربما يصيب النساء أكثر، سنكتشف ذلك بعد لحظات. سؤال ربما المحوري في هذه الفقرة، هل من علاج طبيعي يريح من هذه المعاناة، معاناة الروماتيزم والتهاب المفاصل؟ دعونا لحظة نرحب معنا بالدكتورة منى أماني، اختصاصية في العلاج الطبيعي للأمراض المزمنة والعلاج بالزيوت بالوخز بالإبر عبر الأذن. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور أستاذة خديجة. صباح النور مستمعينا الكرام. مرحبا، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا. الحمد لله، مرحبا. دكتورة، احنا اليوم الحلقة أو الفقرة محورها هو العلاج الطبيعي، ولكن خلينا نوضع الناس في الصورة. التهاب المفاصل هو ناتج عن التهابات، أو الروماتيزم هو ناتج عن التهابات في العضلات والمفاصل، ياك؟ أعطينا واحد تعريف مبسط بالنسبة للسادة المستمعين. نعم. على الروماتيزم هو واحد المرض كما قلت ناتج على الالتهابات اللي كتكون في العضلات والمفاصل والأنسجة الرخوة. حنا كنعرفوا بلي هاد المفاصل يعني كما كنقولوا في المعصم ديالنا، الكابين، في لاشوفي، كاع المفاصل ديالنا كيمكن انك يجيو فيها الم، انتفاخات، بعض المرات كتعطينا حموريه، بعض ما حتى يعني حالات متعدده. كنعرفوا ان الروماتيزم كيصيب النساء بكثره من العمر ديال 20 حتى 50 سنه اكثر من الرجال. الوغ هاد الروماتيزم كيقدر يؤدي في بعض الحالات تاكل المفاصل والعظام، وبالتالي كيعطينا الام اللي هي صعيبه بيان سور، كاين ما يقدرش يتمشى مام اليوم. هادشي اللي كنعرفوا على الروماتيزم. بيان سور كيداروا دي زاناليز، كيداروا دي راديو باش نعرفوا النسبه ديالو ولا لا يشواطوط. وكيبقى نعم. لحد الآن العلاج ديالو شوية صعيبة، كتعطي تأثير على الجسم في أعضاء أخرى. وكنعرفوا بلي حتى من أخذ الأدوية الناس كيعانيو توجور من هاد الألم المفاصل اللي كيجيو عندنا بهم. ألو هنا في كيجيو الناس للعلاج الطبيعي. تماما. طيب هل فعلا يعني هذا مرض يصيب النساء أكثر من الرجال؟ إكزاكتوم. نعم. علاش؟ شنو السبب؟ الوغ النساء نورمالمون ملي كتسالي كما كنقولوا العاده الشهريه، ملي كتسالي من بعد 50 سنه، هنا عارف النساء ما كيكونوش عرضه لمرض الروماتيزم. فهاد الوقيته هذه يعني بين هذه هما الاحصائيات اللي داروا ما بين 20 حتى 50 سنه المراه اكثر عرضه. كنعرفوا ان مع الهرمونات، كنعرفوا مع البنيه الجسديه ديال المراه. صحيح. وحتى اوسي ما ننساوش ان المراه اكثر تعرض، لانها كما كنقولوا كاين بزاف، كاين الحمل، كاين الولاده، كاين بزاف الحوايج، كاين الصمت اوسي، هادو من الحوايج اللي كيساعدوا على ارتفاع الالتهابات في العضلات والمفاصل ديالها. طيب وصلنا الان لبيت القصيد دكتوره منى، وهو تخصص ديالك العلاج الطبيعي للروماتيزم. كيف يتم هذا العلاج، وهل يريح يعني تماما من هذه المعاناة بالنسبة للنساء اللي كيستمعوا لنا الآن؟ ربما كينتظروا هذا الجواب، واش كيريحهم نهائيا من معاناة ديال الروماتيزم؟ نعم بيان سيغ، العلاج الطبيعي دائما كيكون عنده الحل. الا ما كان عنده حل نهائي تخلص من المرض، على الاقل كيكون كما كنقولوا الكالم لا دولور، كيهدم الالم اللي كيقدروا بالادويه ما تيوصلوش لهذا. نعم اكزاكتوم. الوغ هنا بالنسبه للعلاج كما كنقوموا، اول حاجه اللي كيجي عندنا لي باسيون، اول حاجه كنقوموا بها هي ان بيلون دو فيتاليتي كما كنقولوا، ولا واحد التشخيص اللي كنقوموا به عبر واحد الاله اللي هي كتخصص لينا كنقولوا كنسميوها بلوريكولوثيرابي، تقنيه لوغيكولو، الوخز عبر الإبر. الوخز عبر الإبر هي الطريقة، أما زعما باش كنديرو التشخيص لوغيكولوثيرابي واحد لاباغاي، واحد الآلة اللي كتعرف لينا الروماتيزم مثلا إلا كان فين كاين الألم، فين كاين النسبة ديالو. وكنحاولو هنا كنكونو كما كنقولو ملي كنعرفو بالضبط فين كاين والحدة ديالو، هنا كنقدرو أننا نعالجوه. الوغ ملي كنساليو التشخيص أولا لو بيلون دو فيتاليتي اللي كنديرو لوغيكولوثيرابي، هنا كنحددو بعض الحصص. هاد الحصص كتشمل بزاف ديال لي ديسيبلين أولا التخصصات اللي كنديرو. نبدا بأول حاجة وأهم حاجة بالنسبة للروماتيزم، وهي الحجامة. الحجامة كنعرفوها كلها أنها وقائية وكذلك علاجية.
الوغ هنا ملي حنا مصابين بالروماتيزم دونك غندوزو العلاج. الحجامه كتعمل على تحفيز الدوره الدمويه وحنا عارفينها داخل المفاصل، هذا هو الهدف، لان المشكل كيكون عندنا داك الانفلاماتيا في المفاصل هي الدوره الدمويه اللي ما مقدر. الوغ ملي كنديروا الحجامه اي بيان سور كنديروها لوكال كما كنقولوا موضعيه، يعني كنحطوها في المناطق اللي عندنا فيها الالم، ما فين كنعملوا دوك الكؤوس. ونذكر ان الكؤوس كنديروهم هما باش كيدير بحال عمليات شفط، اللي كنحاولوا اننا نجمعوا الدم تما، وبالتالي المسام تتفتح عارفش نقوموا يا اما بسوت او لا بمشرط او لا على حسب الحاله اللي قدامنا وعلى حسب لاج ديالها وعلى حسب الامراض اللي كاينه. كناخذوا اون كونسيديراسيون هادشي دا كامل. الو وبالتالي ملي كتحفز لينا هاد الدوره الدمويه كيدور لينا الدم، كتقلل بالتالي من الالم اللي كتنتج على هاد الروماتيزم. وشي الحجامه كتعزز المواد الزيتيه والسائل اللي كيعمل على تقليل عمليه الاحتكاك في المناطق اللي مصابه بالروماتيزم، يعني في المفاصل. وبالتالي هادشي كنعرفوا ان الدور ديالو فعال سورتو ملي كنحطوا داك الخشونه اللي كتكون في المفاصل. الناس اللي كيعانيوا في هاد الروماتيزم وكيسمعونا راه عارفين هاد الحيط. حنا يمكن ملي كنكونوا كنهضروا كيجينا كلشي سهل، من الناس اللي كيعانيوا الحريق داك الاحتكاك داك الصعوبه باش يتحركوا، هادشي هذا كله من بعد الحصه ديال الحجامه كيسهل عليهم، يعني كينوضوا اوتوماتيكمون كيتحركوا مزيان بحال اللي داروا واحد الحركات رياضيه اللي بعض المرات حتى المعالجين الفيزيائيين كيقدروا يغلطوا فيها، لان ماشي كاع الحركات يمكن اننا نقوموا بها. الوغ هنا يسيفو جوست فيغ الحجامه في المناطق المصابه، وبالتالي هنا الدوره الدمويه تتقاد لينا وكتقلل لنا الالم من الحصه الاولى. شحال من حصه دكتوره؟ شحال من حصه؟ الوغ بالنسبه للحجامه على حسب الحاله وعلى حسب الحده ديال الالم، لان كنقدروا نمشيو من 3 حتى ل 4 الحصص في الحجامه. يعني كحد كبير. هذه بالنسبه للعلاج في الاول، من التالي كنوصيو انها تقدر كبروتوكول كل شهر ولا شهرين ولا 3 شهور على حسب عاود الحاله اللي قدامنا اللي معنا، حيت بعض المرات يقدر يكون مثلا عنده بعض الادويه اللي كياخذهم ما يمكنش انه يدير الحجامه، يمكن ان يكون الصحه ديالو شويه صعيب، يعني ما يمكنش اننا نزيدو الحصص. هنا من 3 حتى ل 4 الحصص، وبالتالي كنحاولوا نديروها وقائيه. الوغ هضرنا على الحجامه، دابا كندوزو ثاني حاجه في العلاج كبروتوكول علاج طبيعي، كنلجؤوا للعلاج بالابر عبر الجسم كامل. الوغ الابر الصينيه عرفنا الفوائد ديالها، هاد الابر الصينيه. لحظه دكتوره منى، غير قبل ما ننتقلوا للابر الصينيه بغيت غير فيما يتعلق بالحجامه شكون الاشخاص اللي ما يمكنلهمش انهم يعملوا الحجامه؟ لان ما تنساش مثلا كاين هاد الثقافه ديال الحجامه، الناس اللي كيمشيو عند غير متخصصين ربما كيوقعوا في واحد انعكاسات او تداعيات اللي هي لا تحمد عقباها. على غير هادي نصيحه للناس كلهم يتسمعوا تماما. اول حاجه الاطباء كلهم كيديروا الحجامه، علاش نمشي لشي بلاصه اللي هي او لشي واحد اللي هو ماشي ديال الدومين؟ على غير الحجامه، يعني منين كنديروا الحجامه راح كنقدروا نديروها جافه، نقدروا نديروها بالزيوت. هنا ما نخافش على راسي، مثلا نقدر نديرها عند الناس اللي كيقوموا بالمساج او الناس اللي هما بعادين من الدومين، ولكن ملي كنسمعوها الدمويه هنا خصنا نخافوا على راسنا. اول حاجه الادوات اللي كيخدموا بهم، هل واش هي معقمه ولا لا؟ هذاك المشرط اللي غيكون به راه ما عندوش حق انه يدير المشرط او البيستوري اللي كنسميوه، دونك هو ماشي جراح وماشي طبيب. صحيح. يعني هنا يقدر انه يكون الله يحفظ يقيس واحد العرق، يكون هنا واحد الليموغاجي اللي ما توقفش، وهذو حالات كيجيو عندنا وكنشوفوهم، كتكون شي ضربه اللي هي صعيبه في الحلق. كيوقع نزيف. هذا ماشي حجامه للاسف، هذه انا كنقولها وتنعاود نقولها، وهادشي كيقلقني ملي نشوفو والناس اللي كيجيو عندي راه عارفينها. الناس كيجيو بجرح اللي هو عميق ديال يعني ضربه سيكاتريس. لي سيكاتريس نقدر نتابع عليها هذاك الانسان اللي قام لي بهذاك، ماشي علاج، هذا راه عنف. عنف صحيح. هنا الناس فوالا، الوغ الناس هنايا تنقول لهم لو كان قبل يمكن في زمان شحال هذا في زمان جدودنا كانوا معالجين اللي يقوموا بهذا الشيء بعدين من الدومين، كاين فيهم اللي كيديروها على حقها وطريقه كما كنقولوا، وكاين اللي متطفلين، ولكن كنقول دابا علاش لا، كاينين المعالجين، كاينين الاطباء، كاينين الناتوروباط، كاينين لي كينيزيثيرابيت اللي كيديروهم، يعني الناس ديال الدومين ميديكال نمشيو لهم. نفس الأثمنة، نفس الفرق أن هنا كاين ليجين دو في، كاين النظافة، كاين بزاف الحوايج، وكاين لو لوكس أوسي كما كنقولوا، يعني اللي غتجي كتسنى عن طبيب وبين أيدي آمنة وخدام عليك، حتى إلا طرات الآفات لا قدر الله الطبيب كيتحمل المسؤولية وكيقوم بالعلاج نفسه. هنا كاين شي ناس اللي كيقوموا بالحجامة للأسف
ومنين كيساليو الى ضرب له مثلا شي بلاصه وكان تيلان وكان كيدير له بونسمون تاع السكلوسكا وكيقول له سير صافي راه صافا باسي. الانسان كيقدر يكون عنده واحد فقر الدم ولا يكون عنده بزاف المشاكل. هنا نذكروا الاسباب مثلا اللي ما نقدروش نديروا فيها الحجامه. مثلا فقر الدم إيه؟ احنا عندنا مشكل ديال لاميمي، عندي فقر الدم حاد وغنمشي ندير الحجامه، هي كميه الدم اللي خرجت ديجا راه تقدر تكون خاصاني. بالتالي هنا غتكون طبعا هنا كنديروها جافه، ماشي معناتها ان ما نديروهاش بمره، مي نديروها جافه او كيف ما كنقولوا اذا كاين حلول اخرى بديله، حلول بديله دائما. بالنسبه للناس مرضى القلب والشرايين هنا نبعدوا منهم اوسي. الناس اللي كياخذوا ادويه اللي كنقولوا كتميع الدم اللي كتخلي سيلان تخلي الدم يجرى، اللي كيخافوا من الجلطات وهذا كنعطيهم ادويه ديال تخفيف الدم اللي لهم الدم اكزاكتومون. الوغ هنا ملي تجي تقيسوا غير جرحه خفيفه الدم ما تيوقفش. نعم. الوغ هنا دائما تنسولوا من الاطباء كيسولوا المرضى ديالهم واش كتاخد شي دواء، واش مريض بشي مرض، واش متبع لهادي، وكيقوم بضغط الضغط كنهضروا لا طونسيون كنديروا بزاف الحوايج باش نعرفوا اكزاكتومون الحاله اللي قدامنا. دونك الحجامه كانت راه قدمها هي نافعه ومزيانه لينا قد ما ضرات بزاف الناس لعدم غير بجهل المعالجين ولا الناس اللي كيقوموا بها. صحيح. طيب ننتقلوا الان للعلاج الثاني اللي هو الوخز بالابر، ياك دكتوره؟ نعم. العلاج بالابر الثاني، هذا الابر ديال العلاج الثاني كتكون كنقوموا بها لتحفيز الطاقه. نعم. على طول دوك المسارات اللي كاينين في الجسم اللي كنسميهم لي ميريديان، هما مسارات طاقيه كاينين في الجسم. ملي كنجيو لهاد الابر كنعرفوا حنا الموضع ديالهم لي تشاكرا، كنمشيو كنقيسوا في هاد المسارات ديال اللي كتكون في الجسم كامل على طوله. الوغ كنحاولوا نوضعوا هاد الابر في مناطق خاصه في واحد خطوط على خطوط الطول، يعني من الراس كنهبطوا حتى للرجلين. وهاد العلاج هذا كيصحح كاع الاختلالات في الطاقه، وبالتالي كيخفف من الالام الالتهابات فيما كان التهابات كنا بطوش ديال الروماتيزم كيما كان اي التهاب. هنا الوغز بالابر عبر الجسم كيحاول انه يصحح في الاول، كيحيد لنا هاد البلوكاج اللي كنقولوا ديال الانرجي، وبالتالي كيقللوا علينا الالم. بزاف الالتهابات كناخذوا عليهم ادويه وما كنوصلوش للعلاج، وبالتالي ملي كنقوموا كنلقاو انه نقص او لا النقص في الانرجي كما كنقولوا في الطاقه، وبالتالي العلاج بالابر هو اللي كيكون حل في الحاله هذه. الوغ هنا تكلمنا على ما هو كما كنقولوا ديسيبلين تكنيك، يعني اللي كنقوموا بها دابا من غير هادشي كنحاولوا اننا نوجهوا الناس بالعلاج الطبيعي من باب الوقايه اللي عند الوقايه بيان سور لي جين دو في. كاين بلا ما نسوا العلاجات العطريه الزيوت الطبيعية بيانسيغ. نعم. هادو من بين الزيوت كاين عندنا سيترون ولا الحامض كما كنقولوا، ويل ايسونسييل العلاج العطري مهم بزاف. نعم. هاد الويل ايسونسييل كنحاولوا انه ندخلوه في المساجات. بالنسبة للناس اللي عندهم الروماتيزم شنو كيديروا؟ كيحاولوا انهم يديروا زيوت ويدهنوا بهم المفاصل. هاد كاين كنديروهم انهم ضرهم، كنديروا اما زيت الزيتون او زيت اللوز مثلا، كنزيدوا عليها قطرات من الزيت الاساسية ديال الليمون. يعني هاد الزيت هادي كتسوى الحامض او لا البرتقال. نعم. الليمون او لا سيترون، هادو كنزيدوهم على زيت اللوز، وكنحاولوا اننا ندورهم على المفاصل المناطق اللي مصابه بالروماتيزم اللي كتالمنا، هذا كينقص من الحده ديالو. يعني كتخفف من الالم، هذا كتخفف من الالم، كتخفف من الالم. نعم. كتخفف. حنا نعرفوا ان الروماتيزم اثر اننا راه الالم هي اللي كتعينا، الالم هي اللي كتزيد من الحده ديالو. على هنا هذا بالنسبة للحوايج اللي يمكن الناس يستعملوها. نعم. ما نساوش أوسي المناطق اللي مصابة، نحطوا عليهم شي كمادات ديال الماء دافي أو البارد. هنا كاين اختلاف في الآراء، حتى الأطباء اختلفوا، حتى لي سيونتيفيك اختلفوا. مرات كاين علاج للالتهابات كيقدر يكالمي لنا لي دولوغ وينقص من الحدة ديالهم بالماء البارد. كيف يقدر ينقص بالماء الدافي؟ هنا كنوصي الناس دائما جرب وشوف اللي لقيتي عليها الراحه ديالك، لان هنا كيختلف ربما النوعيه ديال هذا الروماتيزم من شخص لاخر. اكزاكتو. ما حتى الالتهابات كاين لا تقدر تحتاج لنا الماء بارد وتقدر تحتاج هنا راه علاج وحده غير العلاج بالماء، راه خصو نطرقوا ليه ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. لما لا الماء البارد راه من العلاجات الكبيره اللي سبورتيف. غير هنا بالنسبه للروماتيزم كنأكد حاولوا جربوا عندكم في الدار اللي دابا كيحس بالالم، يحط كماده الماء الدافي في جهه وهاد كمادات الماء بارد في جهه اخرى، يعني ديك لاطون طريقه ويشوف الفرق وجهه اخرى يدير ويشوف الفرق هي اللي غادي تحس بها انها تكلمات. هنا يتبعها راه ما كاين اختلاف خاصه، كاينين حالات اللي كيستعمل الماء دافي كيرتاحوا وكيستعمل الماء بارد كيرتاحوا احسن. الوغ هنا بالنسبه للحوايج اللي كما كنقولوا وقائيه، يمكنهم انهم نعم
خاصه في المنازل ديالهم. هنايا ما نساوش عاود المكملات الغذائيه مثلا بحال زيت السمك، انا كنوصي به بزاف الناس. هو زيت السمك كيحتوي على كميات عاليه من الاحماض ديال الاوميغا 3. نعم يمكن لينا ناخذ لي بواسون اللي فيهم الاوميغا 3 بيان سور، هذا بشكل يعني يعني طري، يعني تكون السمك طري بطبيعه الحال من الاصل ديالو بدون ان نلتجئ للمكمل. نعم اكزاكتوم. انا هنايا بالنسبه للمكمل، علاش كنبغيو المكملات الغذائيه؟ لان عندها واحد سرعه في باش كتوصل. ان السمك شحال غادي يتناول الانسان؟ غادي يقدر ياكل جوج ثلاثه المرات في الاسبوع وغادي يعيا. فوالا كلي ما كيحبش السمك. انا كنفضل ان يكون المكملات الغذائيه اللي هي بيان سور مكملات غذائيه طبيعيه. زيت السمك كيتباع الاوميغا 3، يمكن لينا اننا نستافدوا منه، هو بصح كينفع بزاف. كاين الكركمه اوسي، الكركمه الكركم الاعشاب اللي كنعرفوا الكركم او الخرقوم اللي ما كنقولوا حنا الخرقوم البلدي اكزاكتومون، ما مشوش غالطين في الخرقوم اللي هو غير كولورون ماشي الملون الصناعي، وانما الكركم البلدي يعني الخرقوم البلدي ديالنا اللي كنطقوه على يدينا. الوغ هذاك الكركم مزيان بزاف. الوغ الكركم يمكن لنا اننا ناخذ مثلا نص معلقه صغيره من الكركم الكركمه ونديروها في واحد الكاس ديال الماء اللي غليان ما طايب بزاف. كنخليو فيه حتى كيرطاب حتى كيرتاح، وكنجيو كن الى بقى لنا هذاك شويه لي ديبري لتحت مازال كنزولوهم نصفيوه، ولا كنشربوه في خطره هكذاك مع معلقه ديال العسل. ما كانش عندنا مضاد السكري وما كانش عندنا مشكل ديال الحلاوه، بغيت ناولوه هكاك يمكن اننا نتناولوه هكا طبيعي بلا سكر ملعقه بلا عسل. هو نديروها بالكركمه على الماء طايب حتى كيطلق لينا مزيان واحد 10 دقائق، ونحاولوا اننا نشربوه في الليل حتى كنكملوا العشاء ديالنا من بعد ساعه ونشربوه وكنعسوا. هذا كيخفف لينا من الالتهابات. الكركم معروف بعلاج التهاب المفاصل في الدول العربيه وغيرها كيعاوننا بزاف. الوغ اوسي كاين بالنسبه للزنجبيل او الجنجبر، الزنجبيل من بين معروف انه كنعطيوه في حالات البرد ملي كيكون اصابات بالبرد باللي برونشيت وهذا كنعطيهم. الجنجبر مهم بزاف ناخذوه كبودر او لا يمكن لنا اننا طريقه معلقه صغيره فحال الكركم معلقه صغيره في الماء مغليان نحاول نديرها في كاس ديال الماء طايب وكنخليو حتى كيرطب وكنوليو كنشربوه. هما عندنا من 4 حتى 5 الكؤوس في النهار كنفرقوه على النهار، ماشي بحال الشكل ديال الكركمه كنفرقوه على النهار كامل نحاولوا اننا نشربوه 4 الكؤوس مفرقه حتى الخمسه. هنايا كاين بزاف الناس كيخافوا منه، هو مزيان للضغط ما نساوش انه مزيان للضغط. شنو كيعدل الضغط الدموي؟ كيعدل يعني الدموي كيعدلو كيقادو ما نخافوش منه. ما نفوتوش 4 حتى 5 الكؤوس. علاش؟ حيت هنايا بالنسبه للجنجبر كاين بزاف الناس اللي كياخذوا ادويه اخرى. هنا كنحاول نقول لهم يتشاوروا مع الطبيب ديالهم لان كيعرف المكونات ديال داك الدواء واش نافع مع الجنجبر ولا لا. الناس اللي كياخذوا كراسي الناس اللي كياخذوا ادويه، والادويه ماشي كنهضرش على الادويه بحال اللي كناخذوا للرواح ولا هذا. نعم. ادويه ديال الامراض المزمنه اللي عنده مثلا امراض القلب او امراض الضغط الدموي ولا السكري او لا. نعم انا نرضوا معها البال حاولوا نسولوا غير الطبيب ديالنا. ما نساوش ان الطبيب راه ماشي بالضروره انه يمشيو عنده، يمكن انا نتصلوا بالكاتبه ديالو يمكن طبيعه الحال كاين تواصل اكيد اللي غيولي يجاوبنا. لان بزاف الناس كتقول انا كيقول لك الطبيب ما ساليليش باش نسولوا واش ناخذ هذه ولا هذه، لا بالعكس الطبيب الاستماع نحاولوا غير نعيطوا له. تماما بالضبط هذا ما يحصل فعلا اكزاكتومون. الوغ هنا بالنسبه كاين عاود الشاي الاخضر، حنا معروفين المغاربه بالشاي الاخضر. الشاي الاخضر راه مهم بزاف الا تناولناه بلا سكر وتناولناه بلا نعناع بلا حتى شي حاجه اخرى. حتى الشاي الاخضر راه انواع كنعرفوها. ناخذوا الواحد الشاي الاخضر اللي يكون ممتاز نعرفوا جوده عاليه اكزاكتومون لانها ناخذوه كدواء. الوغ هنا كنقدروا نشربوا حتى 6 الكؤوب في الاكواب في النهار. الوغ هنايا ما عندناش مشكل في اتاي. الوغ اتاي الا لكنا بيان سور دائما كناخذوا ادويه معاه. الناس اللي عندهم لانيمي اوسي فقر الدم يبعدوا منه، والناس اللي لكن امتص الحديد اكزاكتومون امتص الحديد. ولكن بزاف الناس اللي كياخذوا الشاي الاخضر وكيتناولوا عزيز عليهم كيحاولوا انه يبعدوه من الوجبات باش ما يمتصش الحديد. باش ناخذوا منه اوسي ما ينقصش لينا. هنايا اوسي كنوصلوا الناس انهم يمشيو عند لي ثيرابيست اللي كيديروا علاج فيزيائي. هنا كيقدروا ان يلقاو لهم حركات
اللي هي كتساعد على تقليل دوك الالام وكتحاول ان تخلينا نتحركوا بواحد الطريقه اللي ما تضرناش. تمام، انا مهمه بزاف. نعم فعلا، اذا مرينا على كل الطرق وكل الحلول، والساده المستمعين عندهم الاختيار انهم يختاروا حل من هذه الحلول. وهذه الحلقه راهي راهن الاشاره في موقعنا الرسمي medien.com لمن يرغب ان يعود للحلقه وياخذ هذه التفاصيل بدقه ويستمع لي او يعيد الاستماع للحلقه. نشكرك جزيل الشكر دكتوره منى اماني على كل هذه التوضيحات وهذه الإرشادات الطبية. أذكر مرة أخرى أنك اختصاصية في العلاج الطبيعي للأمراض المزمنة والعلاج بالزيوت وبالوخز بالإبر عبر الأذن. شكرا جزيلا.